لكل طفل. لكل طفل. لكل طفل. الحق في التعليم. كل طفل عنده الحق في التعليم. التعليم من أهم حقوق الطفل. لتنمية قدراته الفكرية والجسدية والوجدانية إلى أقصى مدى. لكل طفل الحق في التعليم. بنتك، ابنك، أختك أو أخوك، كلهم. كلهم عندهم نفس الحق في التعليم دون أي تمييز. كل طفل يحتاج إلى مدرسة آمنة وصديقة للأطفال. كل طفل عنده الحق بالتعليم. كل طفل بده معلم كفؤ ومسؤول. في عالمنا العربي فما 7 مليون طفل. 7 مليون طفل خارج التعليم الابتدائي. حوالي 15% من بنات الابتدائي ما بيروحوا على المدرسة. كيف؟ ليش؟ شكون عنده الحق في عرقلة مستقبله؟ ما حدش عنده الحق إنه يعطل مستقبله. فينا نحسن الوضع وفينا نغير الواقع. أكيد فينا إذا تعاوننا. فينا. الأطفال بحاجة إلنا. الأطفال بحاجة إلكم. إلكم أنتو. أنا. أنت. أنت. أنتو. تعالوا كلنا مع بعض. كلنا مع بعض. في السودان. في مصر. في الأردن. في السعودية. باليمن. في سلطنة عمان. الإمارات. جيبوتي. في فلسطين. إيران. في تونس. في المغرب. في الجزائر. في العراق. في كل الخليج. سوريا. بلبنان. وين ما كان. نتعاون ونأمن الحياة، التعليم، الصحة والحماية لكل طفل. حتى نخلي عالمنا عالم أفضل للأطفال، للنساء ولكل إنسان. لكل الأطفال نفس الحقوق. علم أولادك. علمي أولادك. أولاد أو بنات. لحاضر ومستقبل أفضل. أولاد اليوم قادة الغد.